ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا مبسوطين ده وحلوين وجمال. الجملة دي بكررها مثلا 15 مرة عشان تطلع واحدة مظبوطة. السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا كويسين ومبسوطين. معانا حازم الصديق، خريج قسم عماره، وهو في الاساس ديزاينر، وهو اللي عامل اللوجو بتاع شركه استبرق اللي هي الشركه بتاعته. هو اللي عامل البراندنج بتاعها بشكل كامل وبراندنج الحاجات التانيه، فهو في الاساس ديزاينر. فعلشان كده حابين النهارده نعمل كولابوريشن كده ما بيننا ونعمل ريفيو على اللوجو الجديد بتاع شركه اوبر. شركه اوبر غيرت اللوجو بتاعها في 2016 وعملت لوجو غريب كده، دايره وجواها مربع شكله غريب جدا ومحدش كان فاهمه. قرر ان هم يغيروا اللوجو، فاحنا هنعمل ريفيو على اللوجو والايدنتيتي والفكره بتاعت اللوجو. فهي دي الحاجات اللي احنا هنتكلم عليها. يعني خلينا نبتدي بان انا اقول هم هدفهم ايه اصلا من تغيير اللوجو. الشركه فيها مشاكل وهم مدركين المشاكل دي، سواء السي او بتاعهم اللي اتغير او المشاكل اللي حاصله في الرايدز نفسها، الدرايفرز او السواقين وكده. فهم كانوا حابين يغيروا اللوجو كطريقه ان هم يبينوا للناس ان هم عايزين يتغيروا، او ان هم ماشيين في مرحله ايه، تغيير ونضج. فهو ده الهدف من اللوجو. بالنسبه بقى للفكره اللي هم طبقوها فعليا على اللوجو، في حاجتين طرحوا على الموقع الرسمي بتاعهم لما غيروا اللوجو. منزلين بقى دراسه حاله كامله كده للوجو نفسه عامل ازاي والفكره بتاعته جت منين. فجايبين كده شكل الطرق على ان هي واخده شكل الحروف بتاعت كلمه اوبر الجديده. احنا لما فكرنا في الموضوع لان هي نوعا ما يعني سخيفه شويه او مش منطقيه قوي، اللي هو تلزيق كده، احنا كتبنا كلمه اوبر ولقينا ان الطرق على شكل كلمه اوبر، فما كانتش منطقيه قوي بالنسبه لي. بس على النقيض لقينا مثلا ان هم منزلين اعلان على انستغرام طياره والطريق والخطين بتوع الطريق، وان دول هم اللي عاملين حرف اليو جنب الدي. فده المفروض ان ده الفكره بتاعت اللوجو. يعني بص، انا ما عنديش اعتراض على ان انت تدي معنى لحاجه في اللوجو، فانا ما عنديش مشكله مع فكره الخطين. بس لو هو عايز فعلا ياكد على خطين، فالخطين دول المفروض يكونوا هم سنتر. يعني هو حتى في الفيديو هو جايب ايه، الخطين دول في نص الشاشه. فاللوجو بالنسبه لي رغم ان انا مرتاح قوي، عيني مرتاحه جدا للفونت للتايب نفسه، بس اللوجو مش موزون شويه. يعني هو مكتوب لوحده مش موزون سيكا كده. يعني لو هتكتبه مثلا على بيل بورد او هتحطه في الركن بتاع صوره ممكن يبقى كويس، بس الخطين على الشمال واللوجو يعني اتس هيفي وعامل تقول شويه ناحيه الشمال. تمام. بلس برضو ان يعني حتى لو هو حابب يبين فكره الطريقين، برضو زي ما حازم كان بيقول، الخط الفونت مكتوب بشكل عادي، انا مش حاسس ان الخطين دول حاجه استثنائيه مثلا او قريبين من بعض، فحس ان هو ده الطريق وده الخطوط البيضاء اللي في النص، فهي ما كانتش باينه قوي بالنسبه لي. يعني هم كاتبين ان هم كانوا عايزين يتخلصوا من الايكون ويعملوا تايب. عموما لما بتبقى في شركه بتحاول ان هي تتخلص من الايكون بتاعتها، فهي بتحاول تلجا ان هي تبقى شركه بروفيشنال اكتر، او هم بيتجهوا ان ده كده كانه حاجه بروفيشنال اكتر. فممكن يكون ده السبب اللي خلى اوبر تعمل كده، بس انا يعني حاسس ان التطبيق بتاعهم ما كانش هو ده احسن حاجه. يعني هو اليو ده الحرف ده سمول، بس هم رسمينه كبير. مضايقاك انت حوار ان هو سمول؟ انا متضايق من ده. فاحنا جربنا ان احنا نرسمها او نلغي الجزء اللي تحت ده كانها تبقى يو سمول ونحولها ليو كابيتال عادي، ودي كانت النتيجه. انت ايه رايك في النتيجه؟ انت حاسس ايه اكتر؟ يعني اليو كابيتال حلوه برضه، يعني ما فيهاش مشكله، فاهمني؟ اعتقد يعني ان ممكن تكون اليو السمول دي هم قصدهم ان هي تبقى يونيك شويه. اي حد ممكن يعمل يو كابيتال وخلاص، انما اليو كابيتال السمول اللي فيها الايه، السرفايه الصغيره دي، اعتقد ان ممكن دي تبقى هم قصدين انها تبقى خاصه بيهم بشكل ما. لما حطيت الاثنين جنب بعض بقيت حاسس ان انا يعني ايه ميال لليو السمول اللي هي متكبره دي، لان انا حسيت ان هي ماسكه الكلمه اكتر، لكن اللي هي اليو كابيتال العاديه جاست كلمه اوبر وخلاص. يعني بس ان هم بقى يعني لما قرينا المقال بتاعهم فهم عاملين فونت كامل اصلا بالشكل ده، اوبر موف، فاسمه اوبر موف. حرف اليو بالشكل ده لما يبقى كابيتال هو هيظهر بنفس الخط ده كده، وفي الشفه اللي تحت دي. فهم بشكل ما كانوا ماشيين في اتجاه ان هم ما يبقاش عندهم ايكون، بس برضه عندهم اللي هو الحرف اليو بشكل مختلف. يعني مجهود ان هم يصنعوا فونت مخصوص بيهم دي انا بحترم ده. اللي عجبني جدا كمان جدا، ومعرفش دي حقيقه ولا لا، بس هم عاملين كده على الويب سايت، ان اللوجو دوت او الفونت ده هو مستخلص من البوردز بتاعت المرور. ايوه فده كونسبت قوي لو هي حقيقه. انا عجبني تطبيق الكلمه لما كانت في البوكس المستطيل. الايدنتيتي بتاعتهم لما جم ينفذوها على ان هي شكل حرف يو على هيئه 7 مربعات. بعد كده خلى حرف اليو ارفع شويه زي ما ظهر دلوقتي كده. بعد كده بدا ياخد منها بقى شويه، يستخدمها كبيل بورد بس لوحدها كده، قاسم الشاشه نصين وحاطط صوره في ناحيه وتكست في ناحيه، او ان هو واخد حرف اليو ده ومستخدم فيه كاتب فيه كلمه اوبر تحت مثلا او كده. فده كتكوين شكله ظريف وعرف يستخدمه صح. بس انا معترض على حاجه، اللي هي ان
ملهاش علاقه قوي بالفونت نفسه. يعني الفونت نفسه فيه كيرفات فهو ما استخدمش فونت خالص ولا جاء حاجه تجريديه تماما وبوكس وبيستخدمه. يعني هو شكله حلو بس مش مرتبط بالموضوع. انا عجبني جدا برضو يعني التطبيق بتاعه ان هو خطين وخط تخين فاهم اليو وفراغ من فوق حلو قوي وانت من بعيد هتشوف حرف يو. هل لو كان استخدم الشيب نفسه بتاع اليو بدل ما يبقى مربع كان هيبقى حلو؟ ممكن مش عارف على حسب برضو تطبيقه هيبقى كان عامل ازاي. يعني بدل ما تبقى ايدج يبقى فيه كيرف شويه. انا الصراحه كده عجبني اكتر. يعني انا شايف ان هي اي حد ممكن يعمل حاجات برضو ايه مربعات او يعمل فريمينج فاهم. لما تقول لحد اعمل لي فريمينج هيعمله بالظبط فريم مستطيل تمام. انما دي فيها لغه يعني هو واخد اللغه بتاعه الكيرفات ف I think it's nice. حلو يعني لو حد من اوبر بيتفرج ممكن يبقى يعدل الموضوع ده. حاجه برضو من الحاجات اللطيفه يعني بالنسبه لي ان الالوان بتاعتهم هم مستخدمين الالوان اللي هم بيستخدموها عاده الابيض والاسود كالوان اساسيه وبيستخدم معاها لون لبني او اللون الازرق اللي هو شبه اللون بتاع جوجل كده كنوع من الالوان اللي بتعبر عن السيفتي او الامان. مش بيستخدموها كلون اساسي في اللوجو ولكن بيستخدموها في الالوان بقى الحاجات اللي هي الجانبيه بتاعتهم يعني تيكت بتتحط حاجه بتتلزق على عربيه مثلا تعرف ان دي اوبر او كده. لطيف ان هم يفكروا في حاجه زي كده. يعني انا عجبني ان هم برضو عملوا دراسات انا ما اعرفش ازاي يعني بس بيقول لك ان 88% من الناس عاجبهم الاسود فاهم. فكويس يعني كويس ان هم بيحاولوا يحافظوا على لان ده تشالنج كبير ان انت تحافظ على الحاجات القديمه او الحاجات اللي بتخلي البراند وتشيلها معاك تاخدها معاك في اللوجو اللي بعديه بالظبط. خصوصا ان هم غيروا من سنتين بس فيعني السنتين ده وقت قصير جدا ان هم يغيروا لوجو جديد. يعني التشالنج دايما كمان لما تيجي تستخدم حاجه تايب فيس تيجي تعمل تايبوجرافي يعني زي ما اتكلمنا ان انت ايه بتبقى شعراية ما بين الاستسهال ان انت اللوجو بتاعك يبقى كلمة بس تايب بس وما بين السوفيستيكيشن ان انت فعلا يبقى عندك كونسبت وفعلا تستخدمه بنظافة وفعلا تعرف تطبق المسافات اللي ما بين الكلمات والوزن والحوارات دي. فممكن هنا تبقى ايه نتكلم في نقطة هل هم نجحوا في ان هم يحوروا او يستخدموا فونت ولا هم بلغوا او استسهلوا فاهمني. فانت شايف ايه في ده مثلا؟ والله الموضوع محير. بس هو زي ما انت قلت قبل كده لما كنا بنتكلم ان هو لوجو بعد كده سهل ان انت يعني يبقى مألوف بالنسبه لك وتحبه بعد وقت يعني. حتى لو هو ممكن يكون شكله ان هو استسهال بس هو نجح ان هو الفونت مريح جدا للعين. اللوجو مش موزون قوي بس هو عايز ده او بالطريقه دي هو عايز ده لانه استخدم اليوم سمول زي ما قلنا. ممكن يكون هو بيرمي لقدام ان ده يبقى بعد كده يعلق في اذهان الناس اسرع يعني. فاذا كان هو عايز كده فانا اعتقد ان هو نجح يعني. مريح جدا فعلا يعني تحس انك حابب تبص عليه بالظبط. It's very clean يعني وفكره انك تقول clean او نضيف على لوجو دي ده مدح جدا. انا شخصيا ما بحبش او ما بقتش بطمن لاوبر فاهم. فبطبيعه الحال لما باجي احكم على اللوجو او كده هبقى منحاز ان انا هبقى مستعد ما احبهمش. بس كديزاين اتس كلين على الاقل هنقول ما مش لازم نقول اتس نايس مش لازم نقول ايه جامد عبقري اتس كلين يعني واضح يعني واضح صريح. ما تقدرش تقول عليه ما اقدرش عليه اللوجو اللي هو الفكره الفظيعه ولا اقدر اقول ان هو مش حلو يعني بالظبط يعني فانكشنال جدا ادى الغرض بالوظيفه بتاعته وخلاص بالظبط. هل بقى الشركه هتتحسن؟ هل الشركه تتماشى بقى كشركه مع البراندنج الجديد وكده؟ ما نعرفش بس اللي احنا عارفينه انه ده غرض الريبراندنج الجديد صح؟ المفروض ان شاء الله. بس كده تقريبا خلصنا. يعني لو حد عنده بقى اي افكار او اراء تانية ممكن يشاركها معنا في الكومنتس لان ده مهم جدا وهخلي حازم يقراهم كومنت. اوكي حابب تقول حاجه ثانيه؟ خليني افكر. الناس اللي بتحلل الديزاين في ناس ممكن تقول انت بتافور في التحليل وايه يعني مش عارف وايه الشرطه وايه الافوره اللي انت فيها دي. بس الفكره في ان احنا من حقنا نعمل كده لان الديزاينر وهو بيديزاين حاجه هو نفسه بيفكر بالطريقه دي بيفكر في كل شرطه ايه معناها لان كل حاجه لازم يبقى ليها معنى لان انت بيبقى ايدك تختار وانت بالديزاين. يعني هما كان في ايدهم يختاروا اليو بشرطه او من غير شرطه. فانت كواحد ناقد مثلا او ايا كان هتسمي نفسك ايه او ديزاينر انت لازم تبقى برضو بتفكر في الحوارات دي. هو بلس ان هو اصلا ساعات ممكن يكون هو عايزني افكر اصلا في ده زي ما قلنا قبل كده. مثلا لو في لوجو مثلا فكرته مش واضحه قوي بس مجرد ما اقف قدامه حاجه بسيطه كده وافهم فكرته فانا
مستخدم او واحد بيتفرج على اللوجو هنبسط، فهو بيبقى عايز يوصل لده. فبيبقى كويس ان احنا ننقد او نركز في حاجات التفاصيل اللي حوالينا يعني. قولوا لنا رايكم في يعني الديزاينين اللي احنا عملناهم اللي هو اوبر بشرطه او من غير، وقولوا لنا الكومبوزيشن الفريمينج بتاع اللي احنا عملناها. قولوا لنا رايكم، لو عندكم اي كومنتس ثانيه شير يعني، خليها تبقى ايه تجربه تعليميه يعني. مش بنتفزلك على ال 300 واحد اللي عملوا اللوجو، بس احنا يوزرز وبنفهم شويه برضو يعني، مش هقول ان احنا فاكسانين خالص يعني، فاهم؟ تمام. شكرا يا حازم، شكرا على وجودك معانا، شكرا ان انت بنصور بالكاميرا بتاعته. اشوفكم قريبا باذن الله في شويه فيديوهات كتير كده، في افكار كتير، ان في حاجات اتصورت اوريدي وتتمنتج يعني. يلا باي باي.